نبتدي على طول نشرتنا الرياضية مع الإخطار اللي بعته اتحاد الكورة للنادي الأهلي ونادي الزمالك بتطبيق الوقت الإضافي في مباراة السوبر المصري اللي هتتلعب في الإمارات يوم الجمعة اللي جاية في حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بين الفرقتين، وفي حالة انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل هيتم اللجوء لركلات الترجيح. ابتدى فريق نادي الزمالك تدريبه الأول في الإمارات على ملعب طحنون بن محمد في مدينة العين استعداد وده لمباراة السوبر المحلي قدام الأهلي، وقام الجهاز الفني للفريقين بتقسيم اللاعبين لمجموعتين وخاضوا تدريبات بدنية وتأهيلية تحت إشراف أندري فيليب سوزا مخطط الأحمال. ونتحول لكرة القدم العالمية، ونادي ريال مدريد الإسباني اللي خسر من فريق لايبزيج الألماني بنتيجة 3-2 في المباراة اللي اتلعبت بينهم ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي. بالنتيجة دي بيواصل ريال مدريد صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط ولايبزيج في وصافة جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط. والتعادل السلبي حسم مواجهة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ونظيره بروسيا دورتموند في المواجهة اللي أقيمت بينهم على استاد سيجنال إيدونا بارك في الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا. بعد التعادل حسم فريق بروسيا المركز الثاني في المجموعة بعد ما رفع رصيده لـ8 نقاط عشان يصعد مع المان سيتي للدور التالي. نفس المجموعة فريق إشبيلية الإسباني حقق فوز كبير على فريق كوبنهاجن الدنماركي بنتيجة 3-0 خلال المباراة اللي جمعت الفرقتين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال. بالنتيجة دي بيحتل إشبيلية المركز الثالث في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط وكوبنهاجن في المركز الأخير وبرصيد نقطتين. وفريق بنفيكا البرتغالي تأهل لدور 16 لدوري أبطال أوروبا بعد الفوز بنتيجة 4-3 على اليوفي الإيطالي في المباراة اللي جمعتهم امبارح، وبكده بنفيكا رفع رصيده لـ11 نقطة بيحتل بيها المركز الثاني في ترتيب مجموعته وحجز بطاقة تأهل لدور 16، لكن رصيد اليوفي توقف عند النقطة 3 في المركز الثالث وودع البطولة. أما بقى فريق تشيلسي الإنجليزي تأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على فريق ريد بول سالزبورج النمساوي بنتيجة 2-1 في المباراة اللي اتلعبت ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مرحلة المجموعات في المسابقة. تشيلسي بيتصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط، وفي المقابل سالزبورج رصيده 6 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة. أما بقى فريق ميلان الإيطالي أنعش أماله في التأهل لدور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه بنتيجة 4-0 على دينامو زاغرب في المجموعة الخامسة. بالنتيجة دي احتل دينامو زاغرب المركز الرابع بـ4 نقاط وميلان في المركز الثاني في ترتيب المجموعة وبرصيد 7 نقاط. كده الفريق الإيطالي بيضمن التأهل للدور الثاني في حالة عدم خسارته قدام ريد بول سالزبورج صاحب المركز الثالث في مواجهة الأسبوع اللي جاي. احنا كده أخبارنا الرياضية خلصت، خلينا نرجع على طول لهدير والمصطفى نكمل باقي فقراتنا في صباح الخير.